أهلا بكم مشاهدينا إلى برنامج الأخبار الليلة الذي يمتد على مدار ساعتين نناقش فيه ما أهم أخبار اليوم والبداية من العناوين. هل تسرب الشك؟ قوى أمن إيران تتحدث عن تماسك صفوفها وقتل الحرس الثوري في ارتفاعه. الكاظمي مهدد بالسلاح، نائب رئيس البرلمان العراقي يحذر من الانفلات وينتقد طهران. غاز حقل كريش يصب في إسرائيل وواشنطن تطمئن لبنان، إنها اختبارات فقط. اتفاقية دبيبة الغامضة مع أردوغان محل بحث أثينا والقاهرة. أسامح شكري يجدد، حكومة طرابلس غير شرعية. السلام عليكم. نبدأ هذه الساعة الأولى من الأخبار الليلة من التطورات الإيرانية. أسبوع الرابع يقترب بمظاهرات إيران من شهرها الأول الأكثر حشدا وعنفا وتوترا منذ سنوات طويلة، لكن السلطة في إيران تبدو عازمة على إنهائها بكل الطرق. اليوم هددت وزارة الداخلية الإيرانية بأنها لن تسمح بالإفراج عن المعتقلين في الاحتجاجات حتى تتم محاكمتهم، وتوعدت بأن محاكمات المعتقلين في الاحتجاجات ستتم بسرعة وستصدر بحقهم أحكام حازمة ورادعة. هذا بينما تجددت اليوم الاحتجاجات في جامعة طهران وسط العاصمة الإيرانية، حيث تجمع عدد من الطلاب هاتفين ضد قمع السلطات ومطالبين بإطلاق سراح المعتقلين الذين تظاهروا تمديدا بمقتل الشابة مهسا أميني. وبتزامن شل الإضراب عددا من المدن، حيث أقفلت المحال التجارية أبوابها، لا سيما في ماريفان بمحافظة كردستان وفرديس كرج وعبدول أباد. أما في مدينة سنندج الواقعة في منطقة ذات أغلبية كردية تحمل نفس الاسم شمال غرب إيران، فالوضع أشبه بقنبلة موقوتة. وحول كل هذه التطورات الإيرانية ينضم إلينا من جنيف الدكتور بابان لياسي، أستاذ علم الاجتماع والناشط الكردي الإيراني. سيد بابان، أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار الليلة. اليوم يعلن إعلام السلطات الإيرانية أو إعلام النظام الإيراني يعلن مقتل بعض الكوادر في الحرس الثوري الإيراني في هذه المظاهرات. بداية، لماذا تتواجد عناصر في الحرس الثوري الإيراني في هذه المظاهرات؟ لقمعها أو لضبط الأمن مثل ما تقول السلطات؟ نعم، أعتقد أنه في الوقت الراهن لم يدلوا بأسماء هؤلاء المتظاهرين الذين قتلوا، لكنهم
قدموا أسماء قوات الأمن الذين قتلوا. وأخيرا فهم كانوا يتحدثون عن هؤلاء الأفراد على أنهم ضحايا هذه الثورة أو هذه المظاهرات، لكن السلطات يعتبرون المتظاهرين كمجموعة تثور على الدولة ولا يتحدثون عنهم على أنهم ضحايا، ولكن يتحدثون عن ضحايا من قوات الأمن. ولكن هذه المظاهرات يقولون أنها غير مبنية على مطالب شرعية للمتظاهرين. نعم، ولكن حينما يتم الحديث رسمياً أو على الأقل في هذا الإعلام التابع للنظام الإيراني عن مقتل كوادر عناصر في الحرس الثوري الإيراني، هذا يدفعنا للتساؤل، من المفترض بأن الشرطة الإيرانية هي من تقوم بعملية ضبط الأمن أو قمع هذه المظاهرات، هل هذا يعني بأن هذه القوة الأمنية لم تكن قادرة على القيام بمهمتها؟ محتاج تدخل الحرس الثوري الإيراني، مع العلم بأنه لا إعلان رسمي عن دخول الحرس أو البسيج في هذه المظاهرات؟ كما نرى بعد 3 أسابيع من التظاهر أن الشرطة وأوامر الشرطة فهم لم يتمكنوا من وقف المظاهرات، لذلك هذا يعني أنهم غير قادرين على فعل ذلك. وهذه المظاهرات يقولون أنها سلمية، بالتالي فإنهم يقومون بفعل ببذل الجهد كي يوقفونها. نعم. وبعض أفراد الشرطة الذين قتلوا لم يكن الثوار وراء قتلهم، بل القاتل غير معروف. وبذلك كما شاهدنا فإن المظاهرات ما زالت تتمتع بذات الزخم حتى الآن، ولا يوجد أي مؤشرات على أن هذه المظاهرات ستتوقف قريبا. نعم، حينما تصر السلطات الإيرانية كذلك على فكرة تماسك القوات الأمنية، تصريحات رسمية اليوم تتحدث عن تماسك القوى الأمنية الآن في هذا الظرف في ظل هذه المظاهرات، ما الأسباب بحسب اعتقادك؟ لماذا التشديد على فكرة التماسك؟ هذا يعيدنا أيضا إلى مسألة أو تقارير عن الخلافات داخل القوى الأمنية. كما تعلمون نحن رأينا أفراد الأمن إلى جوار المظاهرات. وبعضهم ملزمين بأن يخرجوا إلى الشارع لمواجهة المتظاهرين، على الرغم من أنهم قد لا يكونوا موافقين على ذلك، حتى وإن كانوا مجرد يراقبون المظاهرات ودون أن يكون لهم رد فعل. لذا برأيي فإن هذا يعني أننا قد نرى شرخا بين أفراد قوات الأمن، بعضهم لا يقبل بأن يواجه المتظاهرين. أعتقد أن هذا أحد الأسباب الذي نسمع فيه حديث عن وحدة الأمن وتكافله، وبعضهم أيضا يعرف أن المتظاهرين هم أفراد من أسرهم، وبالتالي لا يريدون أن يقفوا في وجههم. هنا نتحدث عن
خلافات بين هذه القوى الأمنية على مستوى رأس هذه القوى، على مستوى قادة هذه القوى، أم نتحدث عن القاعدة، عن الجنود؟ نحن نعلم أن هناك اختلافات بين أفراد الجيش وأيضا بين الجيش والحرس الثوري، ودائما الجيش كان له موقف وهو يميز ضده من النظام، والجيش ليس راضيا على الصلاحيات التي يستحوذ عليها قوة الحرس الثوري في إيران. هذا هو الخلاف، وفي الوقت ذاته هناك بعض أفراد القوات الأمن يتحركون أيديولوجيين ويحاربون من أجل النظام والسلطة، لكن هناك أيضا آخرين أجبروا لأن يكونوا في قوات الأمن وأن يطيعوا الأوامر لأسباب طبعا هي اقتصادية، يريدوا هذا الدخل. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من جنيف الدكتور بابان الياسي، أستاذ علم الاجتماع والناشط الكردية الإيرانية. وفي متابعة للحركة الاحتجاجية في إيران لليومين الثالث والرابع والعشرين في إيران، رصدنا توسعا في خارطة هذه الاحتجاجات، فمن خلال متابعتنا للتظاهرات التي خرجت بالأمس يظهر لنا أنها تركزت في غرب ووسط وفي الشمال الغربي لإيران. منظمات حقوقية أشارت إلى أن التظاهرات في وسط إيران تركزت في مدن كرمان وشيراز وأصفهان، هذه بعض المدن بالتأكيد. مدينة كرمان مثلا تعد ثامن مدينة إيرانية من حيث المساحة والرابع عشر من حيث عدد السكان. تتميز هذه المحافظة بصناعة النحاس، حيث يقع بها ثاني أكبر منجم للنحاس في العالم، كما أنها تعتبر مسقط رأس القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني. بينما المدينة الثانية شيراز فهي تعد مركز محافظة فارس، وهي خامس أكبر مدينة في إيران بعد كل من طهران ومشهد وأصفهان وكرج. نتابع هذه الفيديوهات. ننتقل قليلا إلى الشمال الآن، تحديدا إلى مدينة أراك التي شهدت تظاهرات احتجاجية ضد سياسة السلطات الإيرانية أو النظام الإيراني القمعي. فالمدينة تقع بالقرب منها أو يقع بالقرب منها مفاعل أراك للماء الثقيل، وهو أحد أكبر المنشآت النووية في إيران، ويقع على بعد 75 كيلومتر شمال غرب المدينة. نتابع أيضا هذه الفيديوهات. ومن أراك هذه المنطقة المهمة بالتأكيد والمظاهرات الحاشدة، لكن التظاهرات الأهم ربما التي رصدت خرجت من العاصمة الإيرانية طهران ومن المدن التي تحيط بها مثل كرج وفرديس، حيث أحرق المتظاهرون مقرا للشرطة بالقرب من البازار، بازار الشهير في العاصمة الإيرانية طهران، وأغلق تجار محالهم التجارية. كذلك نتابع هذه الفيديوهات حول التظاهرات في طهران. Let's go!
وإلى أصل وأساس هذه المظاهرات ننتقل إلى إقليم كردستان إيران. نلاحظ أن معظم المدن في هذا الإقليم شاركت في هذه التظاهرات. نتحدث عن سنندج المهمة، كذلك ساقز، بالإضافة إلى حديثنا عن بوكان. بعض هذه التظاهرات هرب رجال الأمن من المتظاهرين فيها، وفي أخرى تعرض فيها رجال الأمن للضرب، كما أحرق المتظاهرون العلم الإيراني والإطارات وأغلقوا الشوارع. نشاهد ونتابع بعض هذه الفيديوهات عن مظاهرات إقليم كردستان. سنندج ما بلوچستان رو تنها نمیذاریم، پشتیبانشونی سنندج رو دارن، مردم سنندج پشتیبان مردم بلوچ هستن. الآن إلى أقصى الشمال الإيراني، هذه هي المنطقة التي خرجت فيها التظاهرات في مدينة تبريز. تبريز الواقعة في إقليم أذربيجان الشرقي، هذه المدينة تعد سادس أكبر مدن إيران، وهي أهم وأكبر المدن التركية الأذرية في إيران. لعبت دورا بارزا في الثورة الدستورية في العقد الأول للقرن العشرين، وفي ثورة 1979 التي أسقطت نظام الشاه. لمناقشة كذلك هذه التطورات من شق آخر مرتبط ربما بالتطورات الميدانية وردود الفعل الدولية، من لندن تنضم إلينا منى السلاوي الباحثة في الشأن الإيراني. السيدة منى، أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار الليلة. إذن قبل أن نتحدث عن ردود الفعل الدولية وما ينتظر من المجتمع الدولي الآن بعد العقوبات وبعد المطالبات بإجراءات أكثر، لنبدأ من هذه الخارطة. كيف يتابع الغرب هذه الخارطة، توسع المظاهرات؟ هل هناك فهم حقيقة لما يجري في إيران؟ تحياتي لك وللمشاهدين. طبعاً لازم أقول أنه على مدى 40 عام لأسباب مختلفة، اللوبي الإيراني والكتاب الذين كانوا على جهة معاداة الإمبريالية اللي كانوا يتغزلون بإيران ونظام الإيراني، في منهم طولوا 20 سنة حتى يعرفوا حقيقة نظام الإيراني، ولكن كانوا مغطين أعين كثير من مراكز الأبحاث وحتى السياسيين عن حقيقة ما يحصل في إيران. يعني لا ننسى كثير من الأحيان كانوا يبررون ما يحصل بإيران على أساس إيران بلد ديمقراطي في انتخابات، في حين نحن نعرف أنه انتخابات يتم هندستها. لذلك الآن نراهم مصدومين أنه كيف لهم أن كانوا يحللون وضع الإيراني أساس أنه الشعب الإيراني يقبل هكذا حكم، أنه هذا جزء من ثقافة إيران أن يتركوا رجل الدين يتحكم فيهم بهذه الطريقة، أو يكون هناك إعدامات في أماكن عامة، أو يكون أحكام الجلد وقطع اليد للسارق في أماكن عامة. ولكن الآن على ما يبدو انصدموا أنه بالفعل تحليلاتهم كانت خاطئة، فكل هذه التبريرات خرجت خاطئة. فأنا أرى أنه مرة أخرى يعيدون قراءة المشهد الإيراني. نعم، ولكن حينما يوجه مواطنون إيرانيون فرنسيون، نتحدث عن مزدوجي الجنسية بالتأكيد، يوجهون خطابا أو بيانا للرئيس الفرنسي، ينتقدونه، يطالبونه بأن يقف على الجانب الصحيح من التاريخ. هل هذا يعني بأن ثمة خشية إيرانية أو خشية من مواطنين إيرانيين بالتأكيد من المعارضة الإيرانية بأن الغرب إلى حد الآن لم يفهم ما يجري ولم يتخذ ما يجب من خطوات؟ يعني أولا لا ننسى أن السياسة النظام الإيراني كان قتل وطرد المعارضين له، يعني في حال ما يأخذ بدون ما يأخذ بعين الاعتبار عندما يخرجون إلى إيران أيضا يستطيعون أن يشكلون قوة ضد اللوبي الإيراني. مثلا إذا أشارتك برسالة اللي كتبت من قبل مجموعة من الفرنسيين الإيرانيين في جريدة لوموند، ووجهوا رسالة إلى ماكرون، لأنه ماكرون مع الأسف التقى بسيد رئيسي في أول أيام الاحتجاجات في إيران أمام الكاميرات. طبعا هذه تقصدين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ تماما، في نيويورك.
فهذا كان موقف جدا، الآن ماكرون في موقف جدا محرج، لأنه في النهاية على رقم ما تحدثوا الصحفيين معه فقالوا له ما هو موقفه من قضية قتل مهسا، لأنه كانت بالفعل أول أيام الاحتجاجات. هو قال أنا تحدثت مع السيد رئيسي عن هذه المواضيع، ولكن على ما يبدو لم يتحدث، فالآن في موقف محرج. فالآن الجالية الإيرانية أو مزدوجي الجنسيات الفرنسية والإيرانية الآن يطالبون أن ماكرون أن يتخذ موقف جدي على القليل، يعتذر عن التقائه بالسيد رئيسي أو يتخذ خطوات جدية تجاه ما يحصل في إيران حتى يعوض عن ما فعله في نيويورك. نعم، ولكن حتى بعيدا عن فرنسا، إن تحدثنا عن الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى دول غربية أخرى، كل ما يتخذ من قبلها هو عقوبات تفرض على إيران أو عقوبات تطال أفراد وتصنيف لهؤلاء الأفراد. هل هذه العقوبات ناجعة لتغيير سلوك إيران تجاه المتظاهرين والمظاهرات؟ أكيد، لا ننسى أن هناك حكم فصل عنصري في أفريقيا الجنوبية، يعني هذه العقوبات إذا شملت مثلا عقوبات سياسية، يعني عندما يكون هناك بايكوت سياسي لدولة معينة في النهاية ينهار، يعني لولا هذه العقوبات العالمية على أفريقيا الجنوبية لم كانت تنهار نظام الفصل العنصري. إيران كذلك في حال هناك يكون جدية في تطبيق العقوبات، ليست فقط الاقتصادية بل أيضا عقوبات سياسية، طرد سفراء الإيرانيين، وقف مشاركتهم في حتى العاب، مثلا هناك حديث عن عدم سماح للدخول لفريق كرة قدم الإيراني في المباراة القادمة بسبب عدم سماح النساء دخول الملاعب. كل هذه الضغوط نعم سوف يؤدي إلى تغيير الأنظمة، يعني لا نزم، يعني يجب علينا لا نستخف في قدرة عقوبات بالأخص السياسية إذا فرضت بشكل جماعي على دول معينة. نعم. هل على الغرب أن يفعل ما هو أكثر من العقوبات؟ يعني من واجبها، في النهاية هذه الدول تدعي الديمقراطية ولديها القوة، فمن واجبها أن تساعد الدول، كما أنها ساعدت دول البلقان بعد انهيار الاتحاد السوفيتي حتى يدخلوا في عملية سلمية للديمقراطية. لما نعم، ولكن كيف سيدة منى، إن جرى الحديث إلى غاية الآن عن توفير خدمة الإنترنت وعن دفع النظام الإيراني لاحترام حقوق الإنسان واحترام حق التظاهر، أكثر من هذا الأمر أو خطوات أكثر ربما تصنف كرغبة بإسقاط النظام، وهذا ما لا يريده الغرب. على الأقل واشنطن تصرح بأنها لا تسعى الآن لإسقاط النظام أو تغيير النظام الإيراني. يعني نحن ما نطالب منهم يسقطوا النظام الإيراني، ولا لنا أضعف الإيمان يحترموا مواطنينهم، مثلا دولة مثل بلجيكا، نحن نعرف أن هناك إرهابي إيراني كان يريد أن يفجر اجتماع للمعارضة الإيرانية في باريس. من المفروض دول مثل فرنسا، نمسا، بلجيكا، لوكسمبورغ، اللي كانوا الإرهابيين كانوا يقومون بتخطيط هذه الانفجار فيها، يعني أربع دول كانت خلف هذه الإرهابيين بالأخص، وأيضا ألمانيا، من المفروض طردوا سفراء إيران، لأنه هو جاء بجوازات سفر دبلوماسية واستقل الوضع الدبلوماسي وجاء بقنبلة، يعني ليست لصالح الشعب الإيراني ولكن لمصالحهم ولأمنهم، من المفروض أن يتعاملوا مع إيران بحزم أكبر من هذه. نعم، كنت معنا من لندن منى السلاوي الباحثة في الشأن الإيراني، شكرا جزيلا لك. والأخبار ليلة مستمرة وفيها بعد الفاصل ترقب في لبنان للصيغة النهائية لوثيقة ترسيم الحدود. العراق ممسوك من قبل أحزاب وكتل براغماتية. كيف يمكن العمل في المرحلة المقبلة إذا كان الإطار مصر على ما هو يريد والصدر مصر على ما هو يريد؟ هناك بعض القيادات متورطة بالفساد، بأخطاء في إدارة الدولة. هذا ما هو عليه المشهد السياسي العراقي. ما هي الأسباب التي تجعل اليوم التيار الصدري يخرج عن طوره ليهاجم الأحزاب الإيرانية؟ هذه الأزمة أزمة خانقة وربما تنتهي إلى صدام مسلح. هناك إجماع وطني على إيجاد صيغة حل تخرج البلد من هذا الانسداد السياسي. اليوم هناك برلمان معطل، اليوم هناك مؤسسات دولة معطلة. لماذا لا يتم تقريب وجهات النظر؟ أي خلل
في البيت الشيعي سيترك ظلال قاتمة على كل العراق. نحن الآن أمام مفترق طرق. ما زال التيار متمسك بأنه لا حوار ويطالب باستمرار الاعتصام. هل يمكن أن تجري انتخابات مبكرة في ظل حكومة تصريف أعمال؟ هي طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية. لكنها تدفع ثمن كل ذلك. أهلا بكم من جديد. غزو حقل كريش يصل إلى إسرائيل وسط صمت رسمي لبناني. اليوم بدأت شركة إنرجيان للطاقة إجراء اختبار للأنابيب بين الأراضي الإسرائيلية وحقل كريش البحري للغاز في شرق البحر المتوسط. هذا وقالت الشركة إنه بعد الحصول على موافقة من وزارة الطاقة الإسرائيلية لبدء إجراء اختبارات معينة، بدأ تدفق الغاز من الشاطئ إلى منصة تفريغ وتخزين الإنتاج العائم في كريش. ومن جانبه قال مصدر لبناني مطلع على المفاوضات إن الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين أبلغ السلطات اللبنانية بأن ما يجري هو اختبار عكسي. وأكد المصدر لوكالة فرانس بريس أن المفاوضات لا تزال مستمرة، إذ يجري هوكشتاين لقاءات مستمرة مع الطرفين. هذا ولطالما أكدت إسرائيل وقوع كامل حقل كريش ضمن حدودها البحرية الخالصة، وأنه ليس هذا الحقل خاضعا للتفاوض في محادثات الحدود البحرية غير المباشرة مع لبنان والتي تتم بوساطة أمريكية. باتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان أو بدونه، ماضية إسرائيل في إجراءاتها التقنية بوحدة إنرجين باور العائمة داخل حقل كريش. تجري الشركة الفرنسية اليونانية المشغلة للحقل اختبارات ضخ الغاز بموجب اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية في أجواء مشحونة بين البلدين. يقع حقل كريش في مياه البحر المتوسط بمنطقة الناقورة، تحديداً في منتصف الخط الفاصل الذي رسمه لبنان المسمى بخط 29. وتقدر احتياطات الغاز في حقل كريش تريليوناً و300 مليار قدم مكعب. حقل كريش يواجه حقل قانا المتوقع أن يكون من نصيب لبنان، ويقع على الخط البحري 23 المحدد من قبل إسرائيل التي تطالب بتعويضات مالية مقابل وجوده في الجهة التي تقع جنوبي الخط، وهو ما يعترض عليه لبنان وفقا لوسائل إعلام محلية. خلاف آخر حول نقطة انطلاق خط ترسيم الحدود البحرية، وهي النقطة B1 والتي اعتمدها لبنان بخط 29 في البحر المتوسط. أما إسرائيل فرسمت مساراً بحرياً آخر يعطيها مساحة أكبر من المياه مطالبة باعتماده، وهو الخط 23 لتصبح مساحة المياه المتنازع عليها 860 كيلومترا. اتفاق معلق وخلافات تقنية تعكسها مسودة الاتفاق بوساطة أمريكية، لكن الوقت يعني الكثير لكل من لبنان وإسرائيل، خاصة مع اقتراب استحقاقات سياسية كالانتخابات البرلمانية الإسرائيلية في نوفمبر المقبل ومغادرة مرتقبة للرئيس اللبناني ميشيل عون من منصبه نهاية الشهر الجاري. وينضم إلينا من القدس لمناقشة هذا التطور أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية دكتور مائير مصري. دكتور مائير، أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار الليلة. ما يجري الآن بحسب ما يصرح إسرائيليا، ما يجري الآن هو تجريب منصة الغاز في كريش. هل ستبدأ إسرائيل إنتاج الغاز قبل الوصول لاتفاق، أم أنها ستنتظر ترسيم هذه الحدود مع لبنان؟ شكرا لكم على الاستضافة أستاذة سارة، تحياتي لك ولمشاهدي قناة الحدث في كل مكان. لا شك في أن إسرائيل سوف تبدأ في استخراج الغاز وبيعه، وهناك عقود تم التوقيع عليها منذ فترة طويلة قبل أن نعرف ما هو الجدوى من العملية التفاوضية مع لبنان الرسمية، وبالتالي لا علاقة بين هذا وذاك. كريش تقع في
حدود دولة إسرائيل، المياه الإقليمية لإسرائيل، ولم يكن حتى لبنان الرسمي يعارض هذا قبل عام ونيف. بدأ فيما بعد أطراف معينة تزايد طبعا في سياق عملية التصعيد التي قادتها ميليشيا حزب الله في لبنان، وبدأ لبنان انجر وراء هذه الدعوات التصعيدية وبدأ يطالب بجزء من كريش أو بكريش، ثم تراجع قبل أسابيع وأصبح اليوم الموقف اللبناني بعكس هذا. لكن بالرغم من هذا هم يقولون، حزب الله أقصد، يقول أنه يجب أن يتم توقع الوصول إلى اتفاق ترسيم حدود قبل أن تستخرج. طب إذا كان لبنان لا يطالب بهذه المنطقة، إذا ما علاقة هذا بعملية سير المفاوضات؟ وبالتالي هي مطالب غير منطقية مشبوهة، الهدف منها هو فقط جذب الانتباه من قبل الرأي العام في المنطقة ومحاولة حجر الرأي العام ولا أكثر من هذا. لكن طبعا غير معنية على الإطلاق بهذه المسرحية الغريبة. هي معنية على الأقل أمنيا. صحيح أن بيني كانس استبعد أي رد فعل من قبل ميليشيات حزب الله وقال بأن لبنان يعلم جيدا بأنه سيواجه برد حازم، ولكن رفع مستوى التأهب في هذه المنطقة الحدودية. هل هذا يعني بأن إسرائيل عمليا حتى دون أن تصرح هي تنتظر ردا من حزب الله؟ لا على الإطلاق، أنا لدي رأي في هذا الموضوع. أنا أعتقد، طبعا هذا رأيي الشخصي، أنا أعتقد أنه هناك أولا سببين. السبب الأول من وراء الاستعدادات الإسرائيلية، وطبعا إسرائيل دولة مسؤولة وتريد أن تقوم بأقصى الاستعدادات حتى إن وقعت اشتباكات في المستقبل لا يقال أنها قصرت. ولكن السبب الثاني وهو الأهم، وهو أنه من خلال عملية الاستعداد الأمني الإسرائيلي تقوم إسرائيل بتأمين مجرى الاستمرار في العملية في المفاوضات مع لبنان، حتى لا يقال أنها تهرول أو تسرع من وتيرة العملية التفاوضية خوفا من حزب الله. وطبعا حزب الله لا يمثل تهديد بالنسبة لإسرائيل. أستاذتي الكريمة، هو توعد بالكثير في السابق ولم يفعل أي شيء حقيقة. هو ليس الوعد الصادق وإنما الوعد الكاذب، لأنه غير معني على الإطلاق بمواجهة إسرائيل. هو معني بقضايا أخرى أهم بالنسبة له، كذبح الشعب السوري وقتل العراقيين والتآمر على أبناء اليمن. هذه هي القضايا الكبرى التي تهم محور الإرهاب والمخدرات، محور إيران، ولكن ليس على الإطلاق ما يقولون عنه أنه مقاومة لإسرائيل. وبالمناسبة ليس على الحدود مع إسرائيل، لدينا قوى الأمم المتحدة اليونيفيل اليوم هي التي تسيطر على الشريط الحدودي بين إسرائيل، الحدود مع إسرائيل والنهر الليطاني. إذن حزب الله يحتاج إلى هذه الذريعة القيمة لوجوده في، ولكن من الناحية الإسرائيلية على طبق من ذهب. دعني أنقل بعض تفاصيل هذا الخبر الذي يؤكد على عكس ما ذكرتها الدكتور مائير بأن هناك فعلا استعداد إسرائيلي. بحسب صحيفة إسرائيل هيوم، هذه الصحيفة الإسرائيلية، كانت قالت بأن أفيف كوخافي رئيس الأركان الإسرائيلي أطلع نظيرها الفرنسي منذ أيام بخارطة أو مواقع لبنانية قد تضرب من إسرائيل في حال ضربت إسرائيل من قبل حزب الله. إن صحت هذه الأخبار بحسب هذه الصحيفة الإسرائيلية، ما هي المواقع التي هي في مرمى الضربات الإسرائيلية أو في المخطط الإسرائيلي حقا؟ أنا لم أقل أن إسرائيل تستعد، ولكن أنا قلت أنه الهدف من عملية الاستعداد هو تأمين العملية التفاوضية مع لبنان. كل هذه الخطط التي يتم الكشف عنها أو تسرب بإرادة من المؤسسة الأمنية في إسرائيل هي احنا نسميها خطط أدراج. أين هناك خطط لكل شيء؟ لكل سيناريو هناك خطة لدى ويتم التنسيق مع القوى الإقليمية والقوى العربية. لكن هذا لا يعني أنه هذا سوف يحدث أو أن هناك إمكانية كبيرة لأن يحدث هذا في الأيام أو الأسابيع القادمة. أنا أستبعد أن تقوم مواجهة حقيقة بين إسرائيل وميليشيا حزب الله، لأنه أولا حزب الله مأمور من قبل النظام الإيراني. لا أعتقد أن لديه أي مصلحة في أن تشتغل، أن لديه مصلحة في الحفاظ على هذه الزريعة. هذا شيء هام للغاية، لأنها سبب وجود والحجة التي بموجبها حزب الله موجود سياسيا وأمنيا في لبنان. ولكن هل لديه مصلحة وهو حقق إنجازا كبيرا، إنجاز أن أصبح الدولة اللبنانية رهينة في يد حزب الله اليوم، وهو والمفارقة هو أنه الدولة اللبنانية رهينة في يده، ولكن في نفس الوقت هو يفتقد إلى الحد الأدنى من الحاضنة الشعبية في لبنان
ربما بعكس ما كان عليه الوضع في مراحل سابقة، وبالتالي هو لن يضحي وهو مأمور من قبل النظام الذي كذلك لن يضحي به لأنه يحتاجه كما قلت في قضايا أخرى وأهم وأكبر في المنطقة. وبالتالي أنا أعتقد أنه لا يجب أن نعظم من المخاوف أن تندلع مواجهة بين إسرائيل وحزب الله. شكرا جزيلا لك من القدس، كنت معنا أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية دكتور مائر مصري. ومن بيروت الآن كذلك لمناقشة الملف ذاته الكاتب السياسي دكتور حارث سليمان. دكتور حارث أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار الليلة. بعد مرحلة التجريب ربما ستكون مرحلة أخرى هي استخراج الغاز من إسرائيل، من طرف إسرائيل بالتأكيد من هذا الحقل، حقل كريش. كيف ينظر لبنان لهذا التطور إن حدث فعلا مسألة استخراج الغاز قبل توقيع الاتفاق؟ الحقيقة هناك ملاحظتين. الملاحظة الأولى أنه في تقريركم قلت البي وان هي منطقة يعني متنازع عليها. البي وان هي موجودة على البر اللبناني، هي آخر نقطة في الحدود البرية اللبنانية وتدعى رأس الناقورة، وهذه النقطة هي موجودة ومرسمة بين الانتدابين الفرنسي والإنجليزي عندما كانت الانتداب الإنجليزي يحتل فلسطين والانتداب الفرنسي يحتل لبنان. وتم تثبيت البيوان بموجب الهدنة سنة 49 بالمادة الخامسة من اتفاقية الهدنة بين إسرائيل ولبنان، وهناك خريطة موقعة من الجانب الإسرائيلي ومن الجانب اللبناني تعطي البيوان للبنان. إذن ليس هناك أي وهذه الخريطة موضوعة لدى الأمم المتحدة كوثيقة رسمية معترف بها من قبل العدو الإسرائيلي ومن قبل لبنان على السواء. إذن ليس هناك خلاف على البيوان أنه جزء أو آخر نقطة في الحدود الدولية اللبنانية الفلسطينية، لكن إسرائيل تريد انطلاقا من البيوان أن تدفع الحدود 28 متر صوب الشمال بواسطة طوافات في الماء وليس على البر، انطلاقا من أن هذه الطوافات هي نوع من الامتداد للخط الأزرق. الخط الأزرق هو داخل الحدود اللبنانية ولكنه ليس هو الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين. تريد إسرائيل أن تغير الحدود الدولية في نقطة البيوان، وهذا موضع خلاف. النقطة الثانية في الخلاف الذي جرى، الاتفاق منجز بين لبنان وإسرائيل، ويعني هذه النتعات التي تجري اليوم هي الرتوش النهائي، يعني هي رتوش الإخراج النهائي، منها ما هو خلافات فعلية تتعلق بكيفية استغلال حقل قانا. لبنان لا يريد أن تكون إسرائيل لديها سلطة في عملية التنقيب في حقل قانا أو الاستخراج، لا يريد أن يكون طرفا مع إسرائيل وتوتال والشركة المنقبة فرنسية. لا يريد أن تكون إسرائيل طرف في هذا في هذا الثنائي. يريد لبنان من حقل قانا، قرار حقل قانا يكون قرارا ثنائيا بين الشركة المنقبة أي توتال وإني والشركة القطرية التي تدخل إلى الملف لاحقا، وبين لبنان دون أن يكون لإسرائيل أي قرار. وكل ما يمكن أن يقبل به لبنان بالنسبة لحقل قانا هو أن تدفع توتال إلى إسرائيل تعويض مالي، ليس لأنها شريكة في حقل قانا ولكن لأنها ممكن أن تكون متضررة أو لديها مكاسب ما يجري التعويض عنها. النقطة هنا الأساسية في الخلاف. على كل طبعا جانب من الخلاف له علاقة بالانتخابات الإسرائيلية، له علاقة بالابتزاز الذي دكتور يمارسه حارث. قبل أن نتحدث عن مسألة الانتخابات دعني أعود فقط معك إلى نقطة الإنتاج. إنتاج الغاز الآن حتى قبل توقيع الاتفاق إلى غاية الآن لم تحدث أو لم تقم إسرائيل فعليا بهذه الخطوة، هي فقط في محل التجريب، ولكن ماذا إن بدأت إسرائيل بهذا الإنتاج قبل التوقيع؟ هل هذا يعني أمرا خطيرا ما بالنسبة إلى لبنان أم أنه إجراء تقني فقط؟ لا، لبنان عندما يعني أنا أعتقد أن كريش نصف كريش هو للبنان،
الخط 29 هو خط الحقوق الوطنية اللبنانية التي فرضت فيها الدولة. وأعتقد أن إسرائيل يعني لا تعبأ بتهديدات حزب الله كما يعني ظهر من كلام ضيفك من إسرائيل، لأن إسرائيل لديها ضمانات. يعني إسرائيل والشركة شركة إنرجيان التي أتت بالباخرة، باخرة الاستخراج، باخرة الإنتاج، وليست باخرة تنقيب، باخرة إنتاج، هذه الباخرة ثمنها أكثر من 4 مليارات دولار. يعني لا تأتي إلى البحر قبالة الشاطئ الساحل البحر الأبيض المتوسط لكي يتم ضربها أو إشعالها بعود كبريت. لديها ضمانات، وهذه الضمانات أخذتها من جهات فاعلة قد تكون إيران. ولذلك نرى أن إسرائيل يعني غير مكترسة بالغضب اللبناني أو بالتهديد اللبناني. ما يجري اليوم هو أن إسرائيل تقول أنها ستمضي قدما في الاتفاق، لن تخرج عن الاتفاق. هناك تفاصيل، يعني بعض الريتوش النهائي للاتفاق سيجري المفاوضات حوله، وسيجري يعني الوصول إلى تسويات حول هذه النقاط التفصيلية. لكن أعتقد ما أعتقده أن الاتفاق ماضي في طبيعته. نعم. وما تفعله اليوم إسرائيل هو تصدير الغاز الإسرائيلي من حق الغاز من حق الكريش، تصدير. نعم. يعني هذه التجربة اليوم التي ضخوا فيها الغاز من الساحل إلى الباخرة سيعقبه ضخ من الباخرة، أي من أعماق البئر. لديها أبار إنتاج في كريش إسرائيل، نحن ليس لدينا الآن أبار استكشاف أو تنقيب في قانا. يعني مسألة مختلفة بين كريش وقانا، زمني بين مسألة تتطلب ربما نعم بين قانا نعم بين قانا وكريش هناك فارق 7 إلى 8 سنوات تأخير. قانا متأخر عن كريش إذا بالبست سيناريو، يعني في نعم. أحسن السيناريوهات نحن متأخرين، قانا متأخرة عن كريش 8 سنوات للإنتاج. كريش يستطيع نعم. أن يبيع غازه غدا أو بعد غد. نحن إذا ما كانت الأمور ماشي تماما في أحسن سيناريو لن نستطيع أن نبيع غاز من قانا إلا بعد 8 سنوات. شكرا جزيلا لك من بيروت، كنت معنا الكاتب السياسي الدكتور حارث سليمان. والأخبار المستمرة وفيها بعد الفاصل معارك بين الشرعية والحوثي في يافع. حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني من استمرار ميليشيات الحوثي في تجنيد الأطفال. أنا ما معناش حتى حق أقول لك حق الدب الماي. كل توقيعات أو التزامات الحوثيين بحماية الأطفال وعدم إقحامهم في الجبهات كلها تبخرت. هذه الجرائم هي جرائم ضد الإنسانية. تستمر الخروقات منذ الساعة الأولى لإعلان الهدنة. وفقا لمصادر أمنية حتى الآن لا يوجد قتلى ولا جرحى. ماذا يعني ذلك لليمنيين في الداخل؟ هناك صراعات سياسية على السلطة. اليمني كما قلت تعرض إلى انتهاكات من الحوثيين، كيف باللاج؟ حاصرتها بالسلاح وأطلقت عليها النار وأحرقت الفنادق والسكنات الشعبية التي بناها هؤلاء في هذا الوادي. ولا يعني كأنه الناس يعني يفكرون كيف حال الناس وكيف حالنا. إلى ماذا يرمي الحوثيون من خلال هذه الانتهاكات؟ نهزمنا من القصف ونهزمنا من الطيران والحجينة هين. سألوا كم يتساقط علينا وما عرفنا حنا إلا إحنا رايحين على المستشفى. فزع على الأرض، رعب من السماء، طفولة يسرقها الجوع، أمل قتلته زخات رصاص، نساء ورجال، عجائز وأطفال فارون من الجحيم، باحثون عن المجهول. أهلا بكم من جديد.
شدد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي خلال لقائه بوزير الدفاع، شدد على أهمية رفع اليقظة العسكرية والرد بكل قوة وحزم على أي محاولة تعد حوثية على القوات العسكرية في جميع الجبهات. الزبيدي أكد على جاهزية القوات المسلحة اليمنية للرد على أي اعتداءات أو هجمات قد تشنها ميليشيات الحوثي، مشددا على ضرورة التنبه لأي محاولة تسلل أو توغل قد تقدم عليها عناصر الميليشيات على مواقع التماس. هذا وكشفت مصادر عسكرية عن اشتداد وتيرة المعارك بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي في جبهات مديرية الحد في محور يافع العسكري بمحافظة لحج جنوب اليمن. وقالت المصادر بأن قوات محور يافع العسكري تمكنت من صد هجمات الميليشيات الحوثية المستمرة منذ أيام، وكبدتهم خسائر كبيرة ما أجبرها على التراجع بعد صعوبة انتشال جثث قتلاها وجرحاها. وفي تطور يمني ميداني آخر في مرحلة الرابعة لعملية سهام الشرق لتحرير وتأمين محافظة أبيان من العناصر الإرهابية، انتشرت قوات الحملة الأمنية العسكرية الحكومية المشتركة في مديرية المحفظ آخر معاقل تنظيم القاعدة بالمحافظة. مصادر عسكرية أكدت أن القوات المشتركة تقوم بمطاردة ما تبقى من عناصر القاعدة في شعاب وجبال المديرية، كما أكدت المصادر نفسها استمرار عمليات التمشيط لأوكار العناصر الإرهابية وصولاً للالتحام مع القوات الحكومية بمحافظة الشبوة المنتشرة في مديرية العارمة. من القاهرة ينضم إلينا علي الصراري المستشار والسياسي والإعلامي لرئيس الوزراء اليمني. سيادة المستشار، أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار الليلة. تشديد آخر من الرئاسي ومن مسؤولين يمنيين بضرورة رفع مستوى التأهب أو اليقظة العسكرية، هل هذا يعني بأن اليمن الآن بات أقرب لعودة الاقتتال مقارنة بعودة الهدنة؟ مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام. الواقع لسنا أقرب، إحنا فعلا دخلنا إلى مرحلة المواجهة. يعني إذا أخذنا بعين الاعتبار أنه أثناء الهدنة لم تتوقف الخروقات العسكرية الحوثية في المناطق في الجبهات المختلفة، بعد الهدنة الحوثيون شددوا من هجماتهم، والمعلومات التي تصل تباعا تشير إلى أنهم يستخدموا الطائرات والصواريخ والأسلحة الثقيلة المدفعية بكثافة في الجبهات المختلفة، جبهة مأرب وجبهة يافع وجبهة تعز وجبهة صعدة وجبهة الساحل، كل هذه المناطق حيث كانت تدور المعارك لا تزال حتى هذه اللحظة أيضا تدور فيها معارك، وهذا معناه أن المعارك عادت ولكن ربما بوتيرة أقل مما كانت قبل الهدنة. نعم. طبعا يعني الحوثيون يهاجمون بشدة في منطقة يافع، وهناك سبب رئيسي لهذا التشديد هو أن يعني الحوثيون الآن يراهنون على أن القاعدة يمكن أن تلعب دورا كبيرا في خلق حالة من عدم الاستقرار والاضطراب الأمني في المحافظات المحررة، ويعني القاعدة الآن هي فعلا حليف حقيقي للحوثيين. نعم. والحوثيون يمدونهم بالأسلحة ويمدهم بإمكانيات كثيرة. هذا إلى أي حد سيعطل أن يلعبوا أو يقوموا بهذا الدور؟ عمل أو مهام القوات الأمنية، قوات الشرعية في محاربة الإرهاب، ذكرنا مثلا سهام الشرق، هناك سهام الجنوب أيضا. لا طبعا الكفة راجحة الآن لصالح القوات الحكومية، يعني القاعدة يجري تضييق الخناق عليها، هي أولا فقدت كثير من مواقعها القديمة التي كانت تتواجد فيها منذ سنوات طويلة، الآن تفقد هذه المناطق والخناق يضيق عليها في ما تبقى من المناطق التي كانت هي فعلا مأوى دائم لها. نعم. أنا أعتقد أنه تشديد الخناق عليها هو الذي يدفع بالحوثيين الآن لأن يختلقوا معركة في يافع
للتخفيف على القاعدة لكي فعلا بعض هذه القوات العسكرية بدلا من أن تستمر في عملها في مجابهة القاعدة تكون مضطرة أن تذهب إلى يعني مكان آخر للمواجهة مع الحوثيين. ربما نعم. هذا هو السبب الرئيسي الذي يجعل الحوثيين يهتموا بفتح جبهة في منطقة يافع. لكن من نعم. الناحية العملية الحوثيون يعني لا توجد لديهم مناطق ممكن تفجيرها ومناطق غير ممكن تفجيرها. هم توجههم الرئيسي تفجير المناطق المختلفة وفي كل مكان. وهم يعني لا أنا أعتقد أنه ليس لديهم تكتيكات يعني تقدم معركة وتؤجل أخرى، ولكن هم يعني يريدوا أن يفجروا الوضع بشكل كامل عندما يكون هذا الأمر ممكنا لديهم متاحا لديهم. وأنا أعتقد أنهم يعني فعلا يعني الآن عندهم جبهات رئيسية، الجبهة الرئيسية هي يعني تعز ومأرب ولأسباب معروفة لماذا هم يشددون يعني على هاتين الجبهتين، لأنهما يعني يتمتعان بمزايا استراتيجية. إذا ما تحققت للحوثيين نتائج معينة فهذا سيمكنهم بعد ذلك من الانطلاق إلى مناطق أخرى وتوسيع نطاق المجابهة العسكرية، لكنه ليس لديهم مانع من أن يفتحوا جبهات في مختلف المناطق مثل ما ذكرت تفجير داخل جبهات مختلفة الشمالية. نعم شكرا. أو حتى في المناطق المحررة. شكرا جزيلا لك من القاهرة، كنت معنا علي السرار المستشار السياسي والإعلامي رئيس الوزراء اليمنية. ويمنيا أيضا، تشهد مدينة تعز اليمنية أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي ما جعل عشرات الأسر تلجأ إلى جلب الحطب لطهي الطعام. هذا وقالت مصادر إن أسباب هذه الأزمة راجع إلى احتكار نافذين ووكلاء لمادة الغاز المنزلي وبيعها في الأسواق أو سوق السوداء بأسعار مضاعفة. تحت الماما نحن صغار بدريت التفتك في الحطب وقرح حاد من جاري. أدمي الجسد لأجل الحطب وتوقفت المحاولة في اجتياز أزمة الغاز فعادت جارحة، لكن عودة شقيقتها من المكان ذاته كان مؤلما بفقدها أحد الأطراف بانفجار لغم حوثي بهما وهما تحاولان جلب الحطب من حي الدعوة شرقي المدينة. احنا بالبيت يعني ما جاهز مصنع للصلاة والغداء، بعدين ما مش معنا غاز، خرج البنات يعني دي لنا حطب عشان نصلحها غدا، وامر الله قالوا انه في سمعنا صوت انفجار، بعدنا شويه يندلونا قلنا البنات بناتك تعورين. لقى كثير من الاسر التي تعيش في خطوط التماس على البحث على الحطب كبديل للغاز، لكن الميليشيات الحوثيه تستهدفهم عن طريق القنص او يذهبوا ضحيه الالغام. سجلت كثير من المنظمات الحقوقيه عددا كبيرا من الاصابات لا سيما في اوساط النساء او الشيوخ او الاطفال، لا سيما في المناطق المحاذيه لخطوط التماس مع الميليشيات الحوثيه. يصطف العشرات هنا بحثا عن الغاز المنزلي، أزمة باتت تهدد أكثر من 2 مليون نسمة في المدينة المحاصرة، مضطرة عشرات الأسر إلى استخدام بقايا الأشجار كبديل عن الغاز في طهي الطعام. يدقوا الناس إلى عهد الحطب، يدوروا الحطب، لكن إحنا نسينا قبل يعني لا فترة ها يعني الحطب مثلا، لكن الآن أصبح الناس يدوروا الكراتين والحطب علشان يقودوا أولادهم بالغاز وينقذوا لهم لو في معهم طبيخ ولا حاجة. إحنا أصحاب البوافي نعاني من أزمة الغاز. بالنسبة لنا بندنا بسبب أضربنا بسبب أزمة الغاز النشلها من عند الوكيل ب 7500 ريال، لكن بالسوق السوداء تطلع علينا ب 16000 ريال، لذلك ما احناش قادرين نوفر الغاز بهذه الإشكالية. الحصول على الغاز المنزلي في مدينة تعز بات أمرا مكلفا، سيما بعد أن وصل سعر الإسطوانة الواحدة إلى أكثر من 17000 ريال يمني في السوق السوداء، فيما مطاعم وأفران المدينة كانت قد هددت بالإضراب قبل أيام نتيجة نفاذ مادة الغاز. هائل سعيد، الحدث، تعز. وهذه الساعة من الأخبار ليلا سأتلقاكم على الساعة الثانية. السلام عليكم.
Российская Федерация продолжает специальную военную операцию на Украине. فعلا هناك يعني معارك ساخنة. جونسون قال إن أوكرانيا ستنتصر على روسيا في الحرب وأعلن عن تقديم مساعدات عسكرية جديدة. هل عمليا يلعب بوتين بورقة اللاجئين؟ مذيع روسي مخضرم يهدد بمسح بريطانيا من الوجود. هل يمكن لمذيع أن يعني يتحدث بذلك هيك من رأسه من دون أن يكون هناك توجيهات له؟ بهذه القرية قامت بتفجير السد الذي يحجز المياه من بحر كييف، وذلك منع تقدم الدبابات الروسية والجيش. من المتوقع أن يعلن الاتحاد الأوروبي اليوم فرض عقوبات على روسيا وتجهيز عقوبات على مبيعات النفط الروسية. ما حجم الضرر الذي يمكن أن يلحق الآن بالاقتصاد الروسي؟ كوليبا أضاف في مقابلة مع الحدث أنه دون حظر الطاقة الروسية ستستمر موسكو في آلة الحرب القاتلة. خطوط لهذا التماس. فقد عزز الجيش السوري والقوات الروسية وجودهما. روسيا لن تنسحب من سوريا ولكنها الآن تعيد إعادة الموضع. هنا قبالة مدينة عين العرب هدوء حذر في الجانب التركي. موقف وزير الخارجية الروسي هو ضوء أخضر. هل فعلا تركيا ستبدأ بهذه العملية العسكرية؟ تستجيب قسد بشكل جدي للتهديدات التركية. هناك قوات سورية تسيطر ومدعومة من قبل الروس. النظام مستعد أن يقسم سوريا كلها حتى يبقى موجود. أمام أي خيار الحكومة الإيرانية الآن؟ هناك عشرات من مهجري عفرين التي تسيطر عليها القوات التركية. هي حرب صمت. من يصمت أكثر عن تصرفات أنقرة في الشمال السوري؟ ومن سيكون داعم لقوات سوريا الديمقراطية في هذه المعركة؟ ماذا عن النظام ودور النظام؟ نتحدث هنا عن أراضي سوريا. كل منهم لديه مهمة. باحثين عن المعلومة ليأتوك بالخبر، حتى وإن كانت الظروف صعبة. سأذهب مباشرة بالصورة. ومهما كلفهم الأمر لا يتراجعون. يوما بعد يوم مستمرون. مراسلو الحدث. جلسة مشاورات جديدة بين الحكومة والاتحاد العام للشغل. على الحكومة أن تتفهم المطالب المشروعة والواقعية التي قدمها الاتحاد العام التونسي للشغل. اليوم على الحكومة أن تصارح الشعب التونسي بحقيقة أوضاعه وبحقيقة ما وصل إليه الوضع الاقتصادي والمالي. لمحت زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لمقاطعة الانتخابات التشريعية. ما هي الخطوة الأولى التي سيبدأ بها الرئيس التونسي؟ قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بدعوة قائد جبهة البوليساريو إلى تونس لحضور هذه القمة. ما الأسباب الممكنة لهذه الخطوة التونسية؟ هناك يعني اتفاق مسبق وخاصة في القمم الإفريقية اليابانية بأنه لن يتم استدعاء يعني جبهة البوليساريو. المسألة ليست من تنظيم تونس لوحدها، بل هي من تنظيم تونس إلى جانب ثلة من الدول وزعماء الإفريقيين. نتحدث عن أزمة
قابلة للاحتواء أم ممكن أن تتطور الآن بين تونس والمغرب؟ هل تسرب الشك؟ قوى أمن إيران تتحدث عن تماسك صفوفها وقتل الحرس الطولي في ارتفاع. الكاظمي مهدد بالسلاح، نائب رئيس البرلمان العراقي يحذر من الانفلات وينتقد طهران. غاز حقل كريش يصب في إسرائيل وواشنطن تطمئن لبنان، إنها اختبارات فقط. اتفاقية دبيبة الغامضة مع أردوغان محل بحث أثينا والقاهرة. أسامح شكري يجدد، حكومة طرابلس غير شرعية. السلام عليكم. الكاظمي مهدد بسلاح الميليشيات وتصرفات إيران غير محسوبة العواقب. في مقابلة مع الحدث، كشف نائب رئيس مجلس النواب العراقي شهوان عبد الله أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يتعرض للتهديد بالسلاح من بعض القوى، مطالبا بحصر أي سلاح في يد الدولة وباتفاق القوى السياسية على ذلك. وأكد شهوان عبد الله على أهمية التيار الصدري في العمليات السياسية، معربا عن أمله في عودة نوابه إلى المجلس. هذا واعتبر نائب رئيس مجلس النواب العراقي في مقابلته مع الحدث إن الحجج التي استندت إليها إيران لقصف مناطق كردية في إقليم كردستان غير واقعية، مؤكدا أن الأراضي العراقية لا تستخدم للاعتداء على إيران أو أي دولة مجاورة. على حد قوله، هناك مشاكل أمنية، خروخات أمنية، سلاح المنفلت اللي خارج منظومات الدفاعية والأمنية المعروفة دستوريا. هناك قوى لا تحسب حساب للدولة، اللي هو يستلم رواتب من الدولة ولكن لا يحسب حساب أي حساب للدولة لرئيسها. قد مرات قد يهدد رئيس الوزراء، وسمعناه وشفناه ولا يزال مستمر. لذلك هذا الملف ليس السيادة والبارتي، وإنما حتى الإطار أيضا متفقين على إنهاء هذا الملف وأن تكون أن تحصر السلاح بيد الدولة. ونعتقد أنه استقرار العملية السياسية القادمة أيضا مرهونة بعودة الأخوة التيار الصدري في المشاركة في العملية السياسية، وكنا نطمح بعودة نوابهم أيضا إلى مجلس النواب، لأن نعتقد بأنه بغياب 73 من نائب من الكتلة الصدرية هناك إخلال في التوازن داخل مجلس النواب، وأعمال مجلس النواب اليوم لم تكن لها أبعاد سياسية فيما يتعلق باستحقاقات الدستورية. تدري كان هناك استهداف لمواقع في إقليم كردستان حتى قبل المظاهرات، فالحجج اللي يستخدم هو حجج غير واقعي. مثلا ما قد يقول بأنه هناك مجاميع مسلحة معارضة للنظام العراقي، المجاميع المسلحة اللي موجودين هم وفق القانون موجودين ومع مراعاة النظام الدولي في مسألة المهاجرين الشرعيين اللي موجودين في العراق، وملتزمين تماما بتوصيات حكومة إقليم كردستان. وللعلم جنابة، كل هذه القوى المعارضة اللي موجود لم يستخدموا الأراضي العراقية باتجاه إقليم كردستان للضرب قطعات العسكرية لجمهورية الإسلامية الإيرانية، لأن الشريط الحدودي للعلم المشاهدين، شريط الحدودي لإقليم مع إيران ومع تركيا يتم حمايتها من قبل قيادة شرطة الحدود المنطقة الأولى اللي موجود في إقليم لكن تابع الحكومة الاتحادية. من بغداد تنضم إلينا المتحدثة باسم ائتلاف النصر آيات مظفر النوري. السيدة آيات، أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار الليلة. الحراك السياسي مستمر في العراق، حراك داخل الإطار التنسيقي وحتى داخل ائتلاف الدولة أنتم لستم جزء فيه، ولكن الحراك مستمر لتشكيل الحكومة أو للحوار مع التيار الصدري. بداية دعينا نبدأ من المرشحين لرئاسة الحكومة، هل محمد الشياع السوداني مازال المرشح الوحيد للإطار التنسيقي؟ نعم، بداية تحية لحضرتك ولكل متابعين قناة الحدث. يعني بالحقيقة إلى حد هذه اللحظة، نعم، اليوم السيد السوداني هو مرشح الإطار التنسيقي،
لكن في نفس الوقت اليوم ننتظر أن يكون هناك تجاوب واضح من قبل الكتلة الصدرية بالقبول للجلوس على طاولة حوار من أجل نقاش الملفات الرئيسية. أحد هذه الملفات هي أيضا ملف رئاسة الوزراء أو الشخص المرشح لرئاسة الوزراء. إذا كان هناك نقطة الخلاف حول عودة الكتلة الصدرية إلى ممارسة دورها الحقيقي في السلطة السياسية هي شخصية رئاسة الوزراء، هي ممكن أن يكون هناك حوار أو تفاهم أو إعادة النظر في هذه النقطة، لكن إلى حد هذه اللحظة لا يوجد هناك مبرر حتى يتم تغيير المرشح ما دام لا يوجد هناك أي تعاطي من قبل الكتلة الصدرية فيما يخص هذه النقطة. لذلك عندما طالبنا دوما وقلنا بأنه الحوار هو مفتاح الحل، هذا معناه بأنه على هذه الطاولة سيتم فتح جميع الملفات من ضمنها ملف مرشح رئاسة الوزراء. لا ترون رغبة من التيار الصدري بالحوار؟ نعم، ألا ترون مؤشرات على رغبة التيار الصدري بالحوار؟ نعم هذا صحيح، خاصة بعد إحاطة الممثلة الأممية حول الوضع في العراق رأينا بأن هناك نوعا من الرسائل الإيجابية من قبل الكتلة الصدرية للقبول بهذا الحوار، لكن لحد الآن لا يوجد هناك أساليب أو استراتيجية واضحة لشكل هذا التعاطي. اليوم على الكتلة اليوم أو على الأخوة اليوم الموجودين في الإطار التنسيقي وجميع الأخوة في الفضاء الوطني يتحملون مسؤولية القيام بالخطوة الحقيقية والخطوة البدائية من أجل اتخاذ أسلوب حقيقي يكون من خلاله رجوع أو قبول الكتلة الصدرية بمبدأ الحوار، على اعتبار بأنه اليوم كتلة مهمة جدا لا يمكن مضي العملية السياسية من دون، وبما أنه هناك نوعا من القبول والمرونة نستطيع أن اليوم نعمل على هذه النقطة من أجل أن يكون هناك عملية سياسية سليمة غير ثلمة من خلال فقدان أحد ركائزها وعناصرها الأساسية الذي هو الكتلة الصدرية. نعم، فيما يتعلق بمحمد الشيع السوداني ومرشح الإطار التنسيقي وشددت على هذه النقطة، دعيني أنقل هذا الرأي للسيد شخوان عبدالله نائب رئيس البرلمان العراقي، يقول في تصريح للحدث إن من يدعمون الشيع السوداني هم جزء ممن يمتلكون السلاح. تعليقك سيدة آيات. نعم، يعني مثل ما تعرفين حضرتك بأنه اليوم هناك بعض القوى الموجودة في داخل الإطار التنسيقي متبنياتها تتطابق مع متبنيات بعض الفصائل اللي موجودة في داخل الحشد الشعبي أو حتى خارج الحشد الشعبي والتي هي موافقة أو لديها مقبولية باتجاه المرشح السيد محمد الشيع السوداني، وهي ممثل قسم من هذه الفصائل ممثلة في داخل الإطار والقسم الآخر منه هو غير ممثل في داخل الإطار. في نفس الوقت يوجد بعض الفصائل يعني الموجودة أيضا داخل الحشد الشعبي هي رافضة أو هي لحد الآن لم تبدي مقبوليتها بمرشح الإطار السيد محمد الشيع السوداني، لكن الأهم من هذا كله يجب أن يكون مرشح رئاسة الوزراء القادم لا يعني لا يميل إلى هذه الكتلة أو تلك الكتلة، وليس المهم أن يكون مقبول إلى هذه الكتلة أو تلك الكتلة، المهم أن يكون لديه برنامج حكومي واضح فيه نقطة رئيسية هي كيفية التعامل مع السلاح الذي يتحرك خارج إطار الدولة من خلال وضع استراتيجية حقيقية ومن خلال تطبيق قانون الأحزاب رقم 13 سنة 2015 بأن لا يوجد هناك أي كتلة سياسية أو أي حزب سياسي يمتلك أي فصيل مسلح، وذلك بالتعاون مع المفوضية، وأن يكون هناك توفير أمن حقيقي خاصة بأنه الحكومة القادمة هي أحد مهامها الرئيسية هو إجراء الانتخابات، والانتخابات اليوم تحتاج إلى أمن حقيقي، فكيف اليوم نستطيع أن يكون هناك عملية انتخابية حقيقية مع وجود هذه الفصائل التي ممكن أن تؤثر على سير العملية الانتخابية أو حتى على بعد العملية الانتخابية أي بعد إعلان النتائج. فلذلك هذه النقطة الجوهرية والمهمة في هذه الشخصية شخصية رئيس الوزراء أن تكون واضحة في موضوع التعامل مع الفصائل أو مع السلاح الذي يتحرك خارج إطار الدولة وتتخذ هذه الشروط. ألا تنطبق على سيد الكاظمي؟ يعني بصراحة اليوم السيد الكاظمي رجل دولة إداري من كبار موظفين الدولة، المرحلة اليوم تحتاج إلى رجل دولة سياسي يستطيع أن يتعامل مع كل التعقيدات الموجودة داخليا وخارجيا، يستطيع أن يتعامل بمرونة ومع كل القوى السياسية، يستطيع أن يقرب في وجهات النظر. بصراحة اليوم لا أعتقد بأن السيد الكاظمي هو من ضرورات هذه المرحلة، قد يكون في مرحلة ظروف تختلف عن هذه الظروف، هو جاء في مرحلة كان لديه مهام معينة، أزمة صحية، إجراء انتخابات مبكرة وأنجز ما عليه، لكن بصراحة اليوم هذه المرحلة
تحتاج إلى مواصفات معينة قد لا تكون موجودة في السيد الكاظمي مع كل الاحترام لشخصه، لكن احنا نتكلم بمعايير ونتكلم بأسماء. نعم، في سؤالي هذا باختصار من فضلك السيدة آيات نريد بعض التفاصيل حول الجلسة المقبلة. متى ستعقد جلسة جديدة للبرلمان العراقي، وهل ستبدأون بمشاورات تشكيل الحكومة أم تنتظرون حوارا مع التيار الصدري؟ يعني بصراحة الأبواب أبدا لم تغلق أمام الكتلة الصدرية، هناك مساعي حثيثة لم تنقطع فيما يخص موضوع قبولهم للمشاركة في الحوارات لتشكيل الحكومة، إضافة إلى أنه اليوم أيضا الجلسات مستمرة، وهذه الجلسات هي ليس من أجل تشكيل الحكومة فقط، وإنما من أجل استكمال بعض المتعلقات والأمور المهمة، ونلاحظ بأنه في كل جلسة يتم مناقشة ملف معين وجنبة معينة من خلال جدول أعمال الجلسة. قد يكون هناك نهاية الشهر، وهذا طبعا هو مجال مفتوح أمام الكتلة الصدرية من أجل القبول بالحوار والجلوس على طاولة الحوار والتفاهم والقبول بالمشاورات أيضا، من الممكن أن يكون نهاية الشهر هو جلسة من أجل اختيار رئيس أو انتخاب رئيس الجمهورية الذي يكلف رئيس مجلس الوزراء، على اعتبار بأنه سنة سوف تنتهي ونحن نحتاج إلى أن يكون هناك اتفاق من أجل إقرار الموازنة. وعلى لسان السيد رئيس مجلس النواب قال إذا لم تقرر الموازنة في هذه السنة هناك رواتب مهددة في الخطر ب 2023، فهذا يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار من قبل القوى السياسية بكافة أطيافها وكافة أنواعها، وأعتقد هي تعي ولديها مسؤولية عالية وهي ستقوم باتخاذ إجراءات حقيقية بهذا الجانب. شكرا جزيلا لك من بغداد، كنت معنا المتحدثة باسم ائتلاف النصر آيات مظفر النوري. ومن بغداد كذلك العاصمة العراقية انضم إلينا الباحث في شؤون السياسية والأمنية نجم القصاب. سيد نجم أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار الليلة. دعني أبدأ معك بتصريح آخر لشخوان عبدالله نائب رئيس البرلمان العراقي، يقول بعض القوى تهدد رئيس الوزراء بالسلاح رغم أنها، يقصد هذه القوى، تتسلم رواتبها من الدولة. بحسب اعتقادك من يقصد، من هي القوى التي تهدد الكاظمي وكيف؟ تحية لك استاذة سارة ولكل المشاهدات والمشاهدين الكرام. طبعا بالتأكيد أولا هذا التهديد ليس بحق السيد الكاظمي فقط، حتى السيد العبادي عندما كان رئيس مجلس الوزراء وكذلك كثير من المناصب التنفيذية عندما يتم تطبيق القانون يتم تهديد من أطراف تمتلك السلاح الثقيل والمتوسط، وهذا يجعل العراق صعب جدا أن يتحول إلى دولة موثوقة تستقطب الشركات والاستثمارات للعمل والإنجاز في المدن العراقية. الأمر الآخر، ربما الكاظمي أكثر رئيس وزراء وأكثر شخصية تعرض إلى التهجم والسب والتهديد وكثير من هذه السلوكيات حقيقة، بالتالي السيد الكاظمي هو لا يمثل نفسه، هو يمثل منصب رئيس الوزراء، بالتالي منصب رئيس الوزراء هذا منصب فيه صلاحيات واسعة وشاسعة وكبيرة وكثيرة، كيف تنظر لك الدولة المجاورة أو غير مجاورة بأن يتم تهديد رئيس الوزراء؟ أنا أعتقد معروف من يهدد أو من هدد أو من أطلق الصواريخ، خصوصا في الأيام المقبلة عندما أراد السيد الصدر أن يشكل حكومة أغلبية، واليوم نحن غدا ستكون سنة كاملة على إجراء انتخابات في 10/10/2021، وحينها مساء قد غرد السيد الصدر عندما كانت التغريدة وبرنامج حكومي، من أول البرنامج الحكومي قال وتحدث لابد حصر السلاح بيد القوات المسلحة. أما كل المسائل الأخرى المختلفة والمؤتلفة بدون حصر السلاح صعب جدا يطبق القانون، لأن القانون لا يحتاج إلى التشدق بقدر ما يحتاج إلى الإلزام والالتزام. نعم سيد نجم، ذكرنا الكاظمي والمهدد باعتبار رئيس الوزراء العراقي من هذه القوة. سيدة آيات مظفر النوري هي متحدثة باسم ائتلاف النصر، وبالتأكيد هي جزء من الإطار التنسيقي، ربما كنت تستمع لبعض حديثها، قالت إن محمد الشيع السوداني ما زال هو المرشح لرئاسة الحكومة، في المقابل الكاظمي لا تتوافر فيه الشروط المناسبة لهذا الوقت لرئاسة الوزراء. هذا الموقف، هل تعتقد بأن التيار الصدري في مرحلة ما ربما سيتفهم هذه الشروط من الإطار التنسيقي، سيصل إلى نقطة تفاهم مع الإطار حول محمد الشيع السوداني أو حول الكاظمي أو اسم آخر؟ يعني أنا أرى مزالق الطموح، الاستعجال والعناد، وهذا ما حصل من بعض الأطراف داخل الإطار التنسيقي، خصوصا عندما تم التصويت على البدلاء للنواب التيار الصدري، كان ربما فيه نوع من الاستعجال. نعم.
والعناد السياسي على الذهاب لتشكيل حكومة توافقية أنا أرى صعب جدا، وخصوصا السيد محمد السوداني الذي صعب أن يحصل على توافق. كما تعلمين ست سارة، منصب رئيس الوزراء لابد أن يتم مباركة أو مصادقة أو تأييد من النجف الأشرف، النجف المتمثلة بالمرجع السيد علي السيستاني والحنان المتمثلة بالسيد مقتدى الصدر. هسه السيد الصدر لديه مقاعد نيابية أو خارج اللعبة السياسية، صعب جدا يتم استقفاله أو القفز عليه، لأنه هو رقم يمتلك الشارع والقوة الشعبية والمجتمعية. الأمر الآخر، حتى السيد الكاظمي لا نستطيع أن نقول قد يرفض أو قد يمرر، يعني ربما الكاظمي إلى هذه اللحظة، أنا أقول دائما 50-50، 50 إي و50 لا، لربما يمرر أو لربما لا يمرر، هذا تكون التوافقات السياسية. أما السيد السوداني أعتقد حظوظه جدا ضعيفة، لأن السيد السوداني محسوب على جيل السيد المالكي، هذا أولا. ثانيا السيد السوداني يعتقد السيد الصدر قد فرض عليه، وثالثا انعدام الثقة، لأن السيد الصدر والقوى السياسية الكردية والسنية قد جربت بعض الأحزاب التي تحالفت معهم الآن كيف كان التحالف، كان حقيقة اختلاف وشقاق وتهديد بينهما. إذن انعدام الثقة لربما لا تسمح أو لا تمرر السيد السوداني. ولكن تعلم بأن الإطار التنسيقي عقد جلسة أمس، صحيح أنها تحدثت فقط، أو كل البرلمان هو الذي عقد الجلسة المتعلقة فقط بمسألة القصف الإيراني، ولكن عقد الجلسة، هي الجلسة الثانية، ويحضر الجلسة الثالثة على ما يبدو بحسب السيدة آيات في نهاية هذا الشهر. كذلك ائتلاف الدولة اجتمع أمس ليتباحث حول مسألة تشكيل الحكومة وآلية اختيار رئيس الجمهورية. إذن هو يسير باتجاه تشكيل حكومة وعقد جلسات برلمان. في هذه الحالة، ما الرد المتوقع من التيار الصدري؟ يعني أولا التيار الصدري، أنا قلت وأقول انسحابه من البرلمان هو خطأ كبير، يعني كان يتوجب أن يبقى في البرلمان، يمتلك قوة العددية النيابية ويمتلك القوة الشعبية في الشارع، ولديه مناصب تنفيذية، نتحدث بصراحة، لربما أكثر جهة سياسية استفادت من الثلاث سنوات أو الخمس سنوات السابقة هو التيار الصدري. الأمر الآخر، تمرير أي شخصية بدون موافقة الصدر أعتقد ستعود التظاهرات والاحتجاجات، وهذا لا يصب في المرحلة المقبلة، خصوصا هناك حرب أوكرانية روسية، هناك صعود أسعار النفط، وكذلك هناك حرب بين أمريكا وروسيا بالتهديدات، لربما هذه المرحلة صعب يتم تمرير شخصية بدون موافقة الصدر، وأصعب تمرر شخصية بدون موافقة الإطار التنسيقي، رغم أن الإطار، من وحد الإطار وجعله ممسوك ومتماسك هو السيد الصدر، لكن عندما يذهبون إلى المناصب أعتقد سيكون هناك نوع من الانشطارات والانقسامات. نعم، شكرا جزيلا لك. من بغداد كنت معنا الباحث في الشؤون السياسية والأمنية نجم القصاب. والأخبار ليلة مستمرة وفيها بعد الفاصل. مصر واليونان ترفضان الاتفاق بين دبيبة وأردوغان. اشتباكات مسلحة ودوي انفجار شرق العاصمة وحظر للتجوال وانتشار أمني كبير. هذه الصورة المصغرة لمشهد انفلات كبير عاشه العراق اليوم. إن هذا سيحرق الأخضر واليابس. وللأسف وصلنا إلى هذه المرحلة التي لا يمكن العودة عن نتائجها. قتل 20 شخصا على الأقل في الاشتباكات التي دارت اليوم في المنطقة الخضراء. من بغداد معي ماجد حميد مراسل الحدث. ما زال يتظاهر المئات بل الآلاف من مناصرين التيار الصدري. نحن في متابعة مستمرة معكم مشاهدينا وعلى مدار الساعة بمراسلين موجودين على الأرض ينقلون الصورة. نحن بالقرب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء. إذن معكم هذه التغطية المفتوحة والمستمرة لتطورات الأحداث في المشهد العراقي. وعلينا الإقرار لأن المنظومة السياسية والمؤسسات الدستورية عجزت عن تفادي ما حصل.
على الأطفال أن يصفوا واقعهم، أوجاعهم، أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث. أهلا بكم من جديد. اتفاقية دبيبة وأردوغان التي لم تكشف تفاصيلها بعد ما زالت تثير قلقا واسعا في اليونان وأيضا في مصر. اليوم اعتبر وزيرا خارجية مصر واليونان أن مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة دبيبة وتركيا بشأن التنقيب عن النفط والغاز في المتوسط غير قانونية. هذا وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دينتياس خلال زيارة للقاهرة إن هذه الاتفاقية تهدد الاستقرار والأمن في البحر المتوسط، وأضاف أن طرابلس لا تتمتع بالسيادة على هذه المنطقة التي وقعت اتفاقية التنقيب فيها، مؤكدا أنها غير قانونية وغير مقبولة. ومن جهته شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري على أن حكومة طرابلس التي وصفها بالمنتهيات الولاية ليس لديها الشرعية لتوقيع مثل هذه الاتفاقيات. ومذكرة التفاهم التي وقعت خلال زيارة وفد تركي رفيع المستوى لطرابلس جاءت بعد 3 سنوات على إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية المثير للجدل في 2019 والذي أثار حفيظة الاتحاد الأوروبي حينها. ويسمح الاتفاق البحري لأنقرة بتأكيد حقوقها في مناطق واسعة في شرق البحر المتوسط، الأمر الذي يثير استياء اليونان والاتحاد الأوروبي. الجهود التي تبذلها مصر لتقريب وجهات النظر بين الطرف الليبية، ومن ضمن ذلك المشاورات الجارية حول وضع الإطار الدستوري الذي سوف يتم على أساسه عقد الانتخابات والانتهاء من المرحلة الانتقالية، وهو ما يعزز من التوصل إلى تفاهم ليبي. كما أكدنا على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد، كما شددنا على أن حكومة الوحدة المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أي اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم. أكدنا التزامنا باستمرار المستوى الحالي من التنسيق السياسي وكذلك العمل الجاري على أكثر من محور لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين في عدد من القطاعات المهمة، وعلى رأسها قطاع الطاقة والطاقة المتجددة، على ضوء اهتمام البلدين بلعب دور محوري كنقطة ارتكاز لنقل الطاقة عبر المتوسط، وبما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة اتصالا بأمن الطاقة في جوارنا الإقليمي. توافقنا على أهداف استراتيجية مشتركة تخدم الاستقرار في ليبيا وشرق البحر الأبيض المتوسط. الجهود التي نتخذها تهدف إلى مساعدة الليبيين في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. اتخذنا أيضا خطوات لدعم الليبيين، من بينها فتح سفارتنا في طرابلس والمساعدة في إيجاد مشروعات، بالإضافة إلى تقديم مساعدات محدودة في بنغازي. لكننا نشعر بالقلق من أعمال العنف الأخيرة التي تهدد الأمن في البلاد وعدم الاستقرار في المنطقة. على مدى عقود طويلة من العلاقات المضطربة بين تركيا واليونان، كانت الخلافات المزمنة بينهما بشأن مجموعة من القضايا مصدر توتر دائم. وفي السنوات الأخيرة برزت ليبيا كشرارة قد تشعل نارا بين البلدين. فما علاقة ليبيا بالتوتر اليوناني التركي؟ قبل أسبوع من الآن وقعت حكومة دبيبة منتهية الولاية اتفاقية مع تركيا حول التنقيب عن النفط، وقبل ذلك ب3 سنوات أي في عام 2019 وقعت أنقرة مع حكومة الوفاق اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، فسرعت مجموعة من الدول لرفضها على رأسها اليونان. اليونان الذي أو التي يجمعها تاريخ متوتر مع أنقرة قالت إن هذه الاتفاقية ستمس بمصالحها الاقتصادية وتنتهك سيادتها على جزر مترامية وفي بحر إيجا.
والمتوسط. هنا على طول هذه المساحة كما نرى على هذه الخارطة، تسعى تركيا عبر اتفاقيتها السابقة مع السراج لإقامة ما يشبه جسرا بحريا يمتد من آخر نقطة في جنوبها إلى أقصى الشمال الليبي. مساعي تقول أثينا إنها اعتداء على سيادتها البحرية، وتفسر ذلك بأن الحدود البحرية التي ترسمها أنقرة تمر عبر جزيرة كاستيلو ريزيو، هذه الجزيرة التي تظهر على الشاشة هنا والتي تخضع رسميا لليونان. هذه الجزيرة ظلت محل نزاع بين الدولتين، فتركيا تقول إن من غير المنطق أن تخضع للسيادة اليونانية التي تبعد عنها بنحو 600 كيلومتر، في حين لا تبعد عن الحدود التركية سوى بنحو 2 كيلومتر. هنا يأتي القانون الدولي الذي يرسم حدود المياه الإقليمية لأي دولة على طول 22 كيلومتر من آخر نقطة في حدودها، وبالتالي فأن أي خطوة من أردوغان لترسيم الحدود مع ليبيا مرورا بهذه الجزيرة ستعد انتهاكا للسيادة اليونانية وللقانون الدولي. ليست هذه الجزيرة فقط هي محل النزاع، فقبرص التي تمتلك أثينا ثلثيها ظلت محل توتر بين الدولتين خصوصا، والعبور خلالها يؤدي إلى أحواض من الغاز المخزنة في قعر المتوسط بالتحديد في هذه المناطق التي تظهر كذلك هنا في الخارطة. أردوغان الذي لا يسيطر سوى على الثلث الشمالي غير المعترف به يسعى لاستخراج النفط المتواجد هناك. أما بحر إيجا، هذا البحر الذي يفصل الدولتين، فإن معظمه يخضع للسيادة اليونانية، وهو ما ترفضه بشدة تركيا، لأن ذلك يقوض مساعيها أيضا لرسم حدود بحرية مع ليبيا انطلاقا من مياه بحر إيجا، سعيا لتضييق الخناق أكثر على هذه الخطة التركية لترسيم الحدود البحرية مع ليبيا. سارعت اليونان قبل سنتين إلى توقيع اتفاقية مع مصر حول ترسيم حدودها البحرية على المنطقة من البحر المتوسط، ولمناقشة هذه الاتفاقية الجديدة ردود الفعل المصرية واليونانية وكذلك التركية من اسطنبول، ينضم إلينا الدكتور بكير أتجان مدير معهد اسطنبول للفكر، ومن القاهرة ينضم إلينا الدكتور عماد جاد عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان المصري سابقا. أهلا بكما وشكرا على قبول الدعوة. نبدأ من القاهرة الدكتور عماد، إذن مصر رفضت هذه المذكرة، مذكرة التفاهم بين حكومة دبيبة وتركيا. المذكرة تتعلق، لنذكر فقط، تتعلق بالتنقيب عن النفط والغاز في هذه المياه الإقليمية وفي الأراضي الليبية من قبل شركات تركية ليبية مشتركة. ما مرد الانزعاج المصري؟ يعني بالنسبة للشق الأخير من كلام حضرتك الخاص بالتنقيب على الأراضي الليبية، هو أمر يخص ليبيا. يعني هناك شقان، الشق الأول هو هل الحكومة الحالية الموجودة في الغرب الليبي هي الحكومة الشرعية لليبيا؟ هذا الأمر ليس محل توافق، هناك انقسام ما بين الشرق والغرب. هناك من يقول بأن حكومة بشأغة هي الحكومة الشرعية لأنها منتخبة من البرلمان، هناك من يرى أن حكومة الدبيبة هي حكومة الوحدة الوطنية لكنها صلاحيتها انتهت، وبالتالي من هنا مسألة التنقيب عن البترول على الأراضي الليبية هو أمر يعني محل انقسام داخلي، لأنه لا توجد حكومة شرعية حتى الآن على الأراضي الليبية أو حكومة معترف بها دوليا تستطيع أن تقرر قرارات مصيرية لليبيا. أما بالنسبة للشق الأول الخاص بالبحر المتوسط، فأتصور أننا نعلم جميعا أن تركيا لديها مشكلة كبرى في أنها تجد نفسها خارج سياق منظمة غاز شرق المتوسط. هذه المنظمة التي تضم مصر واليونان وقبرص وإسرائيل وحتى الإمارات العربية المتحدة موجودة فيها كمراقب. هذه المنظمة تجمع بين غالبية دول شرق المتوسط، تركيا خارج هذه المنظمة لأنها لم
ترسم حدودها بشكل قانوني ووفق القانون الدولي، سواء مع اليونان في بحر إيجا أو جنوبا باتجاه الشواطئ لشمال المتوسط، أو حتى حضرتك بالنسبة لما حضرتك ذكرتيه الخاص بقبرص، هو تركيا تحتل شمال قبرص ولا تعترف بها إلا تركيا، يعني قبرص اليونانية هي عضو الاتحاد الأوروبي، هي المعترف بها دوليا، هي التي يعترف بها العالم كله ما عدا تركيا، وبالتالي هنا الترسيم أو الاتفاق ما بين تركيا وبين حكومة الدبيبة هو اتفاق غير شرعي من وجهة نظر الليبية ومن وجهة نظر القانون الدولي، وبالتالي هو محاولة من جانب تركيا لخلط الأوراق للفوز بحصة حتى من غاز شرق المتوسط، حتى رغم أنها طبعت علاقتها بإسرائيل وعينت سفير مؤخرا، إلا أنها خارج سياق التوافق الدولي شرق المتوسط. في هذه النقطة تركيا تقول بأنها اتفاقية بين بلدين يتمتعان بالسيادة. في نقطة مختلفة أنتقل للدكتور بكير تجان، مذكرة التفاهم الأخيرة التي وقعت بين حكومة دبيبة المنتهية الولاية وبين تركيا هي كانت امتداد لترسيم الحدود وفق اتفاقية 2019، هل لهذا التطور الجديد، هذا التفاهم الجديد، أي علاقة بمسعى تركي للضغط على مصر واليونان؟ مساء الخير، تحياتي لك ولضيفك الكريم. يعني أولا لابد الذهاب إلى بعض الاتفاقيات الدولية والقوانين الدولية، فإذا على سبيل المثال إذا كانت هذه الاتفاقيات ترسيم الحدود الأولى 2019 والآن عن التنقيب 2022، فلنفرض الأولى 2019، من حق الدول أن تذهب أن تعترض على هذه الاتفاقيات. إلى جانب ليبيا من حق مصر ومن حق اليونان وحق كل الدول التي تعترض رسميا الاعتراض إلى الأمم المتحدة وإلى المحكمة الدولية، لأن هناك كما يدعوا بأنها خرق للسيادة لهذه الدول. فإذا كانت هكذا ف الأفضل الذهاب إلى هذه المحاكم الدولية وموجودة، وهناك ضمن قوانين ومواثيق ولها متشابهات في العالم كلها. لكن للأسف الشديد من 2019 إلى الآن نسمع فقط من هنا وهناك ادعاءات بأن هذه غير صالحة غير منطقية ولكن لماذا إذا كان هكذا فالمحاكم الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومحكمة لاهاي وكلها موجودة على تأكيد هذه الشرعية وعلى هذه القوانين أو إلغاها إذا كانت غير صحيحة كما يدعى؟ ولكن لماذا فقط الانتقاد وبدون الذهاب إلى أي جهة رسمية إلى الآن؟ ثانيا نقطة هامة، يعني لابد النظر إلى بداية المشكلة وليست إلى نهايتها. يعني الكل يدعي بأنها الاتفاقية 2019 والآن الاتفاقية الأخيرة غير صالحة لأسباب عديدة يذكرها كل واحد حسب تفسيره، ولكن لابد الذهاب إلى على سبيل المثال قبرص، على سبيل المثال الجزر هذه الصغيرة، نعم هي قريبة على بعد 2 كيلومتر من الحدود البرية لتركيا، ولكن بعض الناس الذين يدعون بأنهم يفهمون القانون الدولي بشكل جيد يقولون هذه إذن من حق اليونان، ولكن لابد النظر إلى يعني الأمر بشكل مفصل وليس بشكل بهذه الجزئيات فقط، لأن ولكن تركيا دولة ليست تعود إلى دول جزر واليونان ليست دول جزر، يعني اليابسة فيها أكثر من الجزر، لذلك لابد النظر إلى اليابسة ومن ثم التعليق على هذه القرارات. دكتور بكير تجان عذرني، دكتور عماد منذ قليل ذكر بنقطة أو سبب من أسباب الرفض المصري لهذا الاتفاق بأنها جرت بين تركيا وبين حكومة لا تتمتع بثقة البرلمان، هي منتهية الولاية. في هذه الحالة لماذا لم تأخذ تركيا بعين الاعتبار هذه المعلومات أو هذا الواقع
بأن هذه الحكومة لا تمثل ليبيا الآن؟ سيدتي العزيزة، هذه المخاطب هناك الحكومة الليبية والمسؤولين الليبيين وليست تركيا. يعني تركيا حسب القانون والمنطق إذا كانت هذه معترفة دوليا وتعتبرها شرعيا، إذا من حقها الطبيعي أن تتعامل مع هذه الحكومة. هل من حقها أن تتعامل مع حكومة غير معترف عليها أمميا ودوليا؟ وتقولون على سبيل المثال عين السيد باشاغا أو أي شخص آخر، إذا أيضا نفس الشيء. من الذي عينه؟ البرلمان. من عينه؟ هل هذه الصلاحية انتهت أم لا؟ أيضا منتهية منذ سنين حتى. إذا لابد الرجوع إلى المسؤولين الليبيين وليست تركيا. المخاطب الرئيسي هنا الشعب الليبي والمسؤولين الليبيين وليست تركيا. هنا نعود للدكتور عماد في الموقف المصري. تستطيع هذه الجهات أن تطلب إلغاء هذه الاتفاقيات عن طريق الأمم المتحدة وعن طريق أسأل الدكتور عماد في هذه المسألة الرد المصري بأنها غير شرعية، ولكن كيف تقول بأن هذه غير شرعية؟ لماذا توافق تركيا؟ نعم دكتور عماد، على هذه الدول أن تلجأ إلى مسارات دولية مثل ما يقول الدكتور بكير أتجان. ما التحرك المصري المتوقع الآن؟ لا يعني هذا كلام يعني غير دقيق لسبب بسيط للغاية. أولا تركيا أحد الأطراف الفاعلة في الأزمة الليبية، تركيا أحد الأسباب الرئيسية وراء الأزمة التركية والانقسام. تركيا لها قوات ولها قاعدة في الوطية ولها مستشارين عسكريين ولها تواجد عسكري ولها مسيرات، وسبق لأردوغان عشان بس نكون فاكرين وذكر حضرتك عشان ما ننساش، أردوغان له مشهد فيديو وهو ماسك العصاية وبيشير للخريطة وبيشير للهلال النفطي في سرت وبيتكلم على ان احنا هنوصل لهذه النقطة ويعني نتعامل مع النفط الليبي. يعني قبل ذلك قال، وحينما ردت مصر وقالت ان سرت والجفرة خط احمر وحشدت قوتها تم نزع فتيل الأزمة ولم تتقدم قوات الغرب إلى الشرق وتتجاوز الخط الأحمر. يعني ما أود أن أقوله أن تركيا تعلم الأزمة وتعلم الانقسام وتعلم أنها حكومة منتهية الصلاحية. ضيفك الكريم من تركيا يقول أن هذه مشكلة ليبيا. لا، مشكلة تركيا، لأني أنا كدولة تعلم القانون الدولي جيدا، لا ينبغي أن توقع اتفاقيات مع نص دولة، مع حكومة موجودة في نص دولة ولا تسيطر على النصف الآخر، مع حكومة مش هقول مين الشرع اللي فيهم، هقول حكومتين متنازعتين للصلاحيات. وبالتالي نحن ضد أي اتفاقيات يوقعها مثلا باشاغا لأنه لا يسيطر على كامل التراب الوطني الليبي وغير منتخب من ليبيا. أما مسألة اللجوء للمحاكم الدولية وبتاع، الدكتور بكير يعلم تماما ويعلم جيدا أن مشكلة تركيا الأساسية مشكلة تاريخية. تركيا كانت محتلة نص أوروبا، كانت محتلة البلقان، وكانت محتلة اليونان نفسها. الاتفاقية ما بين اليونان وتركيا ووافقت عليها تركيا هي أن كل الجزر في بحر إيجا هي جزر يونانية، وبالتالي هذه الجزر لها مياه إقليمية. دي مشكلة تركيا نفسها. تركيا وقعت الاتفاقية ليه؟ وافقت عليها ليه؟ إزاي تركيا توافق على أن جزيرة تبعد عنها 2 كيلو تبقى يونانية؟ بس ده الاتفاق، يعني الاتفاق شريعة المتعاقدين أو التعاقد شريعة المتعاقدين، ده اتفاق بإرادة ثنائية تركية يونانية. فجاي دلوقتي تقول لا أصلنا إزاي جزيرة تبقى وتروح؟ اللي بيروح قانون دولي يا أستاذتي الفاضلة، اللي بيروح لمحكمة العدل الدولية لازم إرادة الطرفين. يعني لو اليونان راحت لمحكمة العدل الدولية وتركيا قالت أنا مش رايحة، خلص الموضوع. إيران ما تقدرش، لأن ده مش زي القانون، مش زي المحاكم الداخلية في الدول. يعني لازم الدولتين يوافقوا أنهم يروحوا. فليه أنت بتحط نفسك في مشكلة؟ أنت كتركيا
قلنا ان في سياسه جديده، في توافق مع دول الجوار، في اتصالات لتحسين العلاقات مع مصر، مع المملكه العربيه السعوديه، مع الامارات، كان ينبغي ان تدخل ضمن منظومه التوافق الاقليمي، وخصوصا انتوا علاقتكم زي الفل باسرائيل، وعينتوا سفير من كام يوم، عينتوا سفير تركي في اسرائيل، والعلاقات زي الفل مع اسرائيل، واسرائيل عضو في غاز المتوسط. ليه ما بقتوش جزء من المنظومة؟ لكن انتوا بتروحوا للدولة المنقسمة اللي فيها شبه حرب أهلية، اللي انتوا سبب في انقسامها، ورايحين توقعوا اتفاق للتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط اللي هو متنازع عليه أصلا. نعم. مع اليونان ومع قبرص ومع غيره. يعني النهاردة لبنان بيرسم حدوده مع إسرائيل، حدوده البحرية. لماذا تركيا هي الطرف الوحيد في شرق المتوسط الذي لم يرسم حدوده مع دولة واحدة؟ هذا السؤال يطرح للدكتور بكير تجان. نصف شرعين. نعم دكتور عماد، هذا السؤال يطرح الدكتور بكير تجان. مثل ما ذكر دكتور عماد بأن تركيا الآن في مسعى منذ فترة لإعادة العلاقات بها الكثير من الدول، بينها مصر بالتأكيد. لماذا تتجه إلى هذه الخطوة؟ ألا تخشى من أنها ستعيد التوتر مرة أخرى مع مصر والكثير من الدول؟ سيدتي العزيزة، أولاً قبل الإجابة على سؤال، نعم، يجب أن أجيب على بعض يعني للأسف الشديد أنا تكلمت الاتفاقية الليبية التركية لابد أن تذهب إلى المحاكم الدولية وإلى الأمم المتحدة، هل هي صالحة مع هذه حكومة شرعية أم غير ذلك، وهل تستطيع أن توقع أم لا. السيد ضيفك الكريم أجاب وحط العلاقة اتفاقيات اليونانية التركية. حتى الاتفاقيات اليونانية التركية حول الجزر، هو واضح جدا هذه الجزر 12 جزيرة كانت تحت سيطرة إيطاليا وليست اليونان، ولكن بناء على اتفاقية لوزان 1923 واضحة جدا بأنها هذه كانت المادة 12 عدم تسليح هذه الجزر، وثانيا لن تكون رسميا تابعة بهذا الشكل عسكريا. نعم. فبمعنى آخر ترسيم الحدود على أساس كما تدعي اليونان الآن من 6 إلى 12 ميل هذه حتى دوليا غير ممكن، ويجب ضيفك يعرف جيدا المادة 12 وأيضا اتفاقية باريس 1947، المادة 14 أعتقد يعرفها لأنه في الشؤون الخارجية ويتقن يعني ما معنى هذه الاتفاقيات وعدم تسليح هذه الجزر، وكيف كانت تابعة لإيطاليا، وكيف تخلت عنها، وكيف سيطرت عليها اليونان، وبأي شروط وبأي شروط. لذلك تركيا تقول هذه الشروط ما زالت سارية. نحن بناء شكرا على الاتفاقية. بالنسبة للأسف الوقت المخصص لكي تجيب عن سؤال انتهى، ولكن باختصار شديد من فضلك دكتور بكير، إسرائيل وتركيا وتتخلى عن الاتفاقية اليونانية الإسرائيلية في الأشهر القادمة، وحتى مصر، وأتحدى ضيفك الكريم خلال أشهر سوف يخرج ويعتذر من العالم كله بأن مصر تخلت عن الاتفاقية اليونانية المصرية عن رسم الحدود، سوف نجدها قريبا. نعم. في نصف دقيقة للدكتور عماد. دكتور عماد نصف دقيقة. المصلحة تتطلب. شكرا دكتور بكير. نقطة هامة عفوا تفضلي. دكتور عماد نصف دقيقة ستخرج. يعني أنا عايز أقول بس بكلمتين بهدوء شديد. أولا هذه الجزر، يعني ضيفك يطلق أرقام لمعاهدات وأرقام لمواد وغيره. دكتور عماد انتهى الوقت المخصص المقابلة. هذه الجزر في بحر إيجا ما بين اليونان وبين تركيا. النقطة الثانية أنه هو بيتنبأ بالمستقبل، أنا ليست لدي القدرة على التنبؤ بالمستقبل، لكن عايز أقول له أنه مصر مش ممكن تتراجع عن اتفاقية الترسيم لأنها بدأت في استخراج الغاز وعندها وهي مقر. شكرا جزيلا لكما. من القاهرة كنت معنا الدكتور عماد جد عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان المصري سابقا، ومن اسطنبول الدكتور بكير تجان مدير معهد اسطنبول للفكر. شكرا جزيلا لكما. بكلمات مؤثرة كتب شاب إيراني كلمات ولم يعرف أنها ستكون الأخيرة في حياته، إذ قال إننا نحتج ونضرب ونقمع من النظام.
ويتهمون هذا النظام بالتخريب، لكننا سنستمر في هذا التظاهر حتى تنال عائلتي ومدينتي والشعب الإيراني الحرية. ولكنه قتل برصاص النظام. بعد هفدهی میر روزی جشنی مولود خیابانی خبگای مهاباد من السكان ينضم إلينا الدكتور إدريس أحمدي أستاذ العلوم السياسية. دكتور إدريس أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار ليلى، نتابع معك ومع مشاهدينا كل هذه التطورات حول إيران، هذه المظاهرات وهذه المشاهد. بالتأكيد بحسب اعتقادك ما النقطة الحاسمة بالنسبة للمتظاهرين والنقطة الحاسمة التي قد تؤدي إلى استمرار التظاهرات؟ Yes, well, I believe that أعتقد أنه ما لم نرى ظهور مقاومة منظمة ضد النظام وانقسامات في قوات الأمن، أعتقد أننا سنرى استمراراً للوضع الراهن، حيث المظاهرات وشهدنا انتشارها في جميع أنحاء المحافظات 31 الإيرانية، وآخر الإحصاءات سجلت وقوع مظاهرات في 100 مدينة. إلا أنه يجب أن نكون واضحين أن هذه الانتفاضة، إن كان يمكن تسميتها انتفاضة، لا يمكن أن تتطور إلى ثورة ما لم نرى مقاومة منظمة وانقسامات داخل قوات الأمن. نعم. في مسألة ثانية التي ذكرتها، مسألة الانقسام داخل القوات الأمنية، هل ترى مؤشرات فعلاً على وجود احتجاج داخل هذه القوة الأمنية، خلافات على الأقل وليس انقسام داخل هذه القوة الأمنية في مسألة التعامل مع المتظاهرين؟ لقد شاهدنا فيديوهات من مؤسسة الأمن ولم يتم التحقق من صدقية هذه الفيديوهات، لكنها تسجل ازدراء في إيران، وأن الجمهورية الإسلامية
مكروهة من المجتمع أفراد المجتمع الإيراني، وقد لا يجب أن لا يكون مفاجئا لنا أن يكون هناك ازدراء داخل قوات الأمن. بالطبع لا يمكن أن نكون متأكدين من ذلك، لأن المعلومات الموثوقة حول ذلك من إيران يصعب الحصول عليها. ومن الناحية الأخرى يجب علينا أن نأخذ بالاعتبار أن الوضع متغير وسريع التحرك، إلا أن المظاهرات الأخيرة في إيران لم تكن مسبوقة من قبل لسببين. أحدهما أن هناك تضامن بين مختلف الطوائف والعرقيات أيضا داخل إيران، وهذا ما لم نره من قبل. كما أننا نرى هذه المظاهرات تقع في كثير من المدن والمحافظات، 31 في إيران شهدت مظاهرات. وفي هذا الواقع يمكن أن نتوقع مستقبلا انقسامات وربما فرار أفراد من قوات الأمن إن قرر النظام الإيراني استخدام القوة المفرطة التي لم نشهد على مستواها حتى الآن. رغم أن العنف هو أسلوب النظام لقمع المظاهرات، إلا أننا لم نرى القوة الكاملة للنظام. وعندما يستخدم النظام القوة بشكل جماعي، أعتقد عندها سنرى انقسامات بين أفراد المؤسسة الأمنية والعسكرية أيضا. نعم، في سؤالي الأخير هذا، هناك من يعتقد والعالم إلى درجة تتفق مع هذا الطرح بأن هذه المظاهرات إلى غاية الآن صاحبة انهمست الكثير من الفئات، فئات المجتمع الإيراني، ولكنها ستكون أكثر قوة وتأثيرا على النظام حينما تتحول إلى حركة عمالية أو حراك للعمال. هل يمكن أن تتحول إلى مظاهرات، إلى إضراب عمال؟ وباختصار شديد من فضلك دكتور إدريس. Well, I'm not so sure. لست متأكدا. What you mean by a labor protest, but لا أعرف ماذا تعنينه بالتحديد، لكن من العوامل المساهمة للانتقال من مظاهرة وانتفاضة إلى لتتحول إلى ثورة هو أن يكون هناك احتجاج من المؤسسة العاملة في النفط، وربما رجال البازار وهم التجار. هذا المقصود بالضبط، تحول المظاهرات وتصل إلى العمال خاصة في البازار والمناطق النفطية. كنت معنا من ستوكهولم دكتور إدريس أحمد، أستاذ العلوم السياسية، والسلام عليكم.